للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ عز الدين إبراهيم. أستاذ عز الدين، بداية مرحبا بك. دعوة أهلا بكم. دعوة من القوة والفصائل الفلسطينية إلى الحوار، حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام بعدما أخفقت المحادثات بين فتح وحماس، يعني إلى أي مدى ترى أن هذه الدعوات ستلقى ربما قبول الفصيلين الفلسطينيين الأكبر؟ يعني حتى نوصف الموضوع واضح، يعني القضية الآن لم تعد بين فصيلين. القضية الآن هناك إجماع فلسطيني على عدة ملفات، سواء في العلاقة مع الاحتلال أو المقاومة، وهناك فصيل فلسطيني آخر يعزل نفسه ويستأثر بالقرار الفلسطيني ويرفض تنفيذ ما تم التوافق عليه في جريات المصالحة المختلفة. في القاهرة عندما دعت القاهرة في مؤخرة الفصائل الفلسطينية تم التأكيد على ان حماس يعني ادت ما عليها، حماس لبت ما عليها من مطالب في الاتفاقيات المختلفه التي دعت القاهره، لكن الطرف الوحيد الذي لا يزال يعطل التوصل الى الاتفاق هي حركه فتح. وباختصار نقول ان رئيس محمود عباس للاسف واضح انهم خلال المرات التي على القطاع وعلى حماس في الفتره الاخيره، واضح انه لا يريد يعني تنفيذ ما تم التوافق عليه، يريد يعني قالها بشكل واضح يريد غزه من بابها الى ابترابها، وهذا لا يمكن ان يكون باي حال من الاحوال في اي نظام سياسي فلسطيني يسعى لان تكون هناك شراكه بين قوات المجتمع الفلسطيني. القوه الداعيه للمصالحه دعت الى تحرك شعبي حاشد للضغط على قيادات الفصائل لانهاء الانقسام، برايك هل الانقسام الداخلي مسألة داخلية يمكن حلها داخل البيت الفلسطيني أم أن هناك فاعلين ربما خارجيين في هذه الأزمة؟ يعني هو ما نأمل دائما أن يكون الحل فلسطيني داخلي، والفصائل ومنظمات المجتمع المدني وهيئات مختلفة في الفترة الأخيرة أصدرت عدة مبادرات وجهتها إلى الرئيس محمود عباس لكي يقفل هذا الملف ولكي تطوى صفحة الانقسام، لكن للأسف لم تلقى أي جواب من الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية. الرئيس محمود عباس يرى صيغة واحدة لملف الانقسام لا يمكن نقاشه، وقال أريد كل شيء في غزة، ويعني هذا ينافي أي يعني ينافي المفهوم البسيط للشراكة السياسية. هنالك في أي نظام سياسي عندما يتم الخلاف بين مكونين أساسيين في الخريطة السياسية يتم التوافق على حلول أخرى، لكن ما نراه في الساحة الفلسطينية للأسف أن هنالك سلطة فلسطينية، هنالك حركة فتح تريد الإتى بالقرار الفلسطيني، تريد رغام حركة حماس على التنازلات دون أي ثمن. حركة حماس فازت بالانتخابات، حركة حماس جاءت إلى المجلس التشريعي بانتخابات نزيهة، يريد محمود عباس وحركة فتح تسف كل هذا وأن يعاد عقارب الساعة الوراء. وبالتالي نحن لا نتحدث هنا عن حراك سياسية، إنما نتحدث عن محاولات لفرض أجندات معينة وشكل واضح أو شكل موحد، شكل واحد من يعني النظام السياسي الذي نأمل أن يكون موحدا لكي نواجه الاحتلال بجبهة واحدة. في المقابل هناك مطالبات لكلا الطرفين للجلوس على مائدة المصالحة، إلى أي مدى ترى أن مطالب فتح بتسليم الفصائل سلاح المقاومة مقبولة على المستوى الشعبي؟ يعني هناك حتى من فتح نفسها يرفض وينفي وجود مثل هذا المطلب وإن كان حقيقيا، يعني لا يمكن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة في ظل عدوان مستمر. نحن نرى على سبيل المثال ما يجري في الضفة الغربية من استباحة كاملة لي يعني المقدسات والأرض والإنسان دون أن تحرك السلطة ساكنة ودون أن يكون هناك رادع لهذا الاحتلال. طب أنت تريد الآن من المقاومة أن تسلم سلاحها في غزة بمقابل أي شيء، فبالتالي الحديث عن تسليم سلاح في غزة هذا مطلب تعجيزي، هذا مطلب يريد محمود عباس أن يفرض أجندته السياسية على الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس، وهو ما لا يعني أظن أنه سيحدث في الفترة القادمة. يعني على الطرف الآخر أيضا، يعني إلى أي مدى ترى أنه مقبول أن تتنازل فتح عن سيطرتها عن منظمة التحرير بإجراء تعديلات على المنظمة ومن ثم خسارة الاعتراف الدولي بها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني؟ لم يطلب أحد من حركة فتح السيد الكريم أن تتنازل عن حصتها أو تتنازل عن حضورها في منظمة التحرير. ما طالبت الفصائل الفلسطينية وحركة حماس تحديدا أن تكون المنظمة
بيت لكل الفلسطينيين، أن تكون المنظمة قادرة على اتخاذ قرارات، أن تخرج المنظمة من حالة السبات وحالة الموت السريري الذي أدخلتها بها أوسلو. المطلوب أن تكون منظمة حقيقية تمثل الشعب الفلسطيني، الكل الفلسطيني، حماس وغير حماس طالب بأن تبقى المنظمة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ولم ينادي أحد سواء من حماس أو من غيرها من الفصائل، لم ينادي بأن تتنازل فتح أو أن يقلل من قيمة فتح وقدر فتح وتاريخ فتح ونضالات فتح في هذه المنظمة. ما طالبت فيه حماس وغيرها من الفصائل أن تكون منظمة بيتا لكل الفلسطينيين، ألا يتم الاستئثار بالقرار الفلسطيني من فصيل واحد. هذا ما طلبت الفلسطينية، وهذا للأسف ما ترفض فتح وترفض التنازل. من إسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم، شكرا جزيلا لك.